والآن سوف نشرح كيفية عمل التحريك لطبقة الكاب لاينز. ونظرا لحدوث بعض المشاكل في طبقة الكاب توب السابقة أثناء الشرح، فسوف نقوم أولا بنسخ طبقة الكاب لاينز قبل الشرح، ونقوم بالشرح على النسخة حتى لا نفسد الأصل. لذلك سوف نقوم بإخفاء الأصل وإظهار النسخة فقط. افتح الباص من مكونات الطبقة Contents ولاحظ وجوده بداخل جروب. لا داعي لوجود هذا الجروب، لذلك يمكن إلغاؤه Ungroup، ولن يؤثر ذلك على الباص. يمكن إظهار الباص فقط دون باقي الكونتنتس في نافذة الطبقات بالضغط على يو. وفائدة الاختصار يو هو إظهار مكونات الطبقة التي تحتوي على تحريك فقط، وبذلك نستطيع أن نركز في الشرح على هذا الجزء فقط. أولا قم بإلغاء التحريك عن طريق الضغط على الدائرة الزرقاء الصغيرة بجانب الباص. حرك مؤشر الوقت إلى بداية التايم لاين إذا لم يكن في البداية. اضغط على الدائرة الصغيرة مرة أخرى ليتحول لونها إلى الأزرق، ويتم عمل كي فريم في المكان الذي عنده المؤشر وهو البداية. حرك مؤشر الوقت إلى نهاية التايم لاين. قم بتقليل الطول فقط دون العرض للباص. لعمل كي فريم جديد عند نهاية التايم لاين. فائدة تقليل الطول هي تغيير مظهر الشكل بحيث يبدو كأنك تراه من زاوية أخرى. اخفي الصورة واظهر الأصل لمعرفة باقي التعديلات المطلوبة. اخفي الأصل واظهر الصورة لعمل التعديلات. باقي التعديلات المطلوبة هي تحريك بعض النقاط في الأسفل إلى الداخل. لتقليل عرض الكوب من الأسفل فقط دون الأعلى. لكي تتمكن من تحديد النقاط يجب اختيار اسم الباص وليس الباص نفسه في نافذة الطبقات. حرك النقاط بأداة السليكشن كما تفعل في برنامج الإلستريتور. حركها في خط مستقيم وبنفس عدد الخطوات من الجانبين. باستخدام مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح بدلا من الماوس. يمكن التحريك في خط مستقيم بالماوس بالضغط على شيفت. اظهر الأصل والصورة معا لعمل مقارنة والتأكد من صحة التعديلات، وإكمال أي تعديل ناقص وإصلاح أي خطأ في التعديلات. بعد التأكد من جميع التعديلات قم بمسح الصورة والاكتفاء بالأصل. لنكمل الشرح في باقي الطبقات بالاعتماد عليه، قم بإظهار الطبقة التالية لشرحها وهي 3D Drink، وهي طبقة المشروب نفسه. حدد الطبقة واضغط على يو.
لكي يتم إظهار مكونات الطبقة التي تحتوي على تحريك، وهي الباص فقط في هذه الحالة، وإخفاء جميع المكونات الأخرى. قم بإظهار طبقة الكاب لاينز لتكون بمثابة جايد للمساعدة في تحريك طبقة الثري دي درينك، بحيث يتحرك الباس الخاص بطبقة الثري دي درينك بشكل ملائم للباس الخاص بطبقة الكاب لاينز. يفضل نسخ الطبقة أولا والعمل على النسخة حتى لا نفسد الأصل. أولا سوف نقوم بإلغاء التحريك عن طريق الضغط على الدائرة الزرقاء الصغيرة بجانب الباص. حرك مؤشر الوقت إلى بداية التايم لاين إذا لم يكن في البداية. اضغط على الدائرة الصغيرة مرة أخرى ليتحول لونها إلى الأزرق. ويتم عمل كي فريم في المكان الذي عنده المؤشر وهو البداية. ويمكن أيضا عمل بعض التعديلات باستخدام الهاندلز الموجودة بجانب النقاط. اظهر الأصل والصورة معا لعمل مقارنة والتأكد من صحة التعديلات وإصلاح أي خطأ. حرك مؤشر الوقت إلى بداية التايم لاين وقم بتشغيل التحريك. بعد التأكد من جميع التعديلات قم بمسح الصورة والاكتفاء بالأصل. قم بإخفاء جميع الطبقات واظهر الثري دي درينك توب. حرك مؤشر الوقت إلى بداية التايم لاين. حدد الطبقة واضغط على يو لكي يتم إظهار مكونات الطبقة التي تحتوي على تحريك فقط، وهي السايز والبوزيشن في هذه الحالة، لأننا نتعامل مع بارامتريك شيب لأنه تم رسمه في برنامج الأفتر إفكت. شغل التحريك ولاحظ زيادة قيمة الطول فقط في السايز والواي فقط في البوزيشن. لاحظ في السايز إلغاء تفعيل الارتباط بين الطول والعرض. وقد تم تحديد هذه الزيادة ومقدارها بناء على حركة باقي أجزاء الشكل. اظهر باقي الأجزاء وشغل التحريك لملاحظة تناسب الحركة. إذا لاحظت أي عدم تناسب أو ملائمة في الحركة بين أجزاء الشكل، قم بتعديل التحريك أو الشكل لزيادة التناسب في الحركة. وفي النهاية إذا قمت بتطبيق الدرس، يفضل عمل أي تغيير أو تعديل على الشكل لجعله مختلفا ومميزا، ولا داعي لرسم شكل جديد في برنامج الإلستريتور، ولكن يمكن تحميل أي شكل مشابه أو مماثل من مواقع الفيكتور لأي كوب يحتوي على سائل، ولكن يفضل أن يكون كوب جديد بشكل مختلف حتى يكون التحريك مختلف. ولكن المهم أو الضروري هو تقسيم هذا الشكل إلى طبقات، كل طبقة تحتوي على جزء مشابه أو مماثل للأجزاء التي قمنا بتفكيكها في الطبقات في برنامج الإلستريتور حتى لا يحدث أي خطأ في التحريك. إذا قمت بعمل أي تحريك جديد يرجى مشاركته في الكومنتات عن طريق رفعه على أحد مواقع رفع الملفات ووضع الرابط في الكومنت أسفل الفيديو. وسوف أقوم بعمل دروس خاصة على قناة
لتقييم ونقد هذه التطبيقات. بذلك نكون وصلنا لنهاية الشرح، وسوف تجد في وصف الفيديو رابط تحميل ملف الإلستريتور وأيضا ملف الأفتر إفكت الخاص بالمشروع، وسوف تجده كاملا بالتحريك لكل الطبقات. برجاء طرق أي اقتراح أو استفسار في التعليقات.